السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي هنشوف درس جديد في الـ QGIS، ده برنامج خاص بالخرايط ومجاني و open source. هنشوف ازاي نحط الشغل بتاعنا في الـ layout. أول حاجة هنشوفها new map view، فبيبدأ يجيب لي view للشغل بتاعنا. طبعا الزوم ده مش مرتبط بدوت، تقدر تعمل زوم بالخريطة كلها أو تقدر تتحرك بشكل دوت زي ما أنت عايز. تقدر تقول له انا عايز مثلا لو في سيت فيو زيم، لو في حاجة جاهزة، او تقدر تخش في الاعدادات وممكن تعمل سينك بين ده ودوت بالشكل دوت اهوت. تقدر تغير السكيل، تقدر تعمل روتيشن للوحة، الزوم زي ما انت عايز. طيب بعد كده هنروح لفيو ونشوفها ك3D لو في الامكانية ديت. تمام، ممكن في بعض الوقت تلاقيها مش شغالة معاك بسبب ان مثلا دي مفتوحة كده تكون مش مظبوطة. فتعال هنا اتأكد الاختيار بتاعك في ال CRS اللي هو Coordinate Reference System. طيب بعد كده هندخل بقى في ازاي نعمل New Print Layout. تبدأ تكتب الاسم بتاعك، مثلا هسميه QGIS وقول له اوكي. ظهر معايا بالشكل دوت، هتلاقي اد ايتم، تقدر تضيف ماب، تقدر تضيف 3D ماب، تقدر تضيف صورة ليبل ليجن، ونفس الحاجات دول موجودين في القائمة اللي هنا بالشكل دوت. فانا هقول له اد ماب وابدأ اختار الخريطة مثلا الابعاد اهيت، فبيعمل رندر للماب. وتقدر تضيف طبعا اكتر من ماب. تمام، اعمل مثلا زوم كده وبعد كده هقول له ايتم واقول له انا عايز اد ايتم وابدأ اخطط اهوت، فيبدأ يعمل رندر للحاجة اللي أنا كنت عامل لها زوم. تقدر تعمل ريفرنس ماب لو عندك أكتر من ماب، تقدر تخفي واحدة فيهم تظهر التانية زي ما أنت عايز، تقدر تقفلهم بحيث محدش يقدر يعدل فيهم. تقدر جريد سبيسنج لو أنت عايز تضيف جريد مثلا أو جريد أوفست لو موجودين، تقدر تطبع كراستر أو فيكتور، تقدر طبعا تضيف صورة ليبل ليجند سكيل بار بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اضيف سهم بالشكل دوت زي ما انت عايز. دي كلها حاجات تقدر تضيفها، النود ايتم، سكيل بار، ليجند، ليبل، اي حاجة من الحاجات اللي انت عايز تضيفها. عايز تضيف معرفة الشي ام ال او اتريبيوت تيبل. وبعد كده تقدر تطبع اللوحة لو انت عايز، تقدر تسيفها، تقدر تعمل لها اكسبورت كايمج، كاس في جي، كبي دي اف، كبرنت، حسب الطبعة بقى بتاعتك، يجيب لك الاعداد بتاعت الطبعة. طبعا لو عايز تضيف اي حاجة من الاضافات بتاعت مثلا السهم والليجند والحاجات ديت، فهنروح دي فيو ديكوريشنز، تقدر تضيف الجريد، انيبل جريد، تقدر تحدد الخط هيبقى معمول ازاي، الرمز بتاعه هيبقى معمول ازاي، واللون بتاعه الاكس والواي وكل الحاجات ديت. يبدأ يضيف لك الجريد بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا عايز اضيف السكيل بار، تقدر تقول له انا عايز او السكيل بار اهوت، تقدر تقول له انا عايز اضيف الصورة مثلا النورس الراو، تقدر تحدد الزاوية بتاعته تبقى قد ايه، وتقدر تحدد الفيل والستروك والسايز. كل الاعداد دي تقدر تعملها، هو انا بيحددها لك اوتوماتيك. تمام، تقدر انت تلفه زي ما انت عايز، بس هو طبعا افضل اوتوماتيك اكثر دقه. تمام، يضيف لك سهم الشمال. طبعا لو عايز تلف هنا هتلاقي سهم الشمال لف معاه والجلدات كمان لفت معاه. ممكن برضو نيجي هنا من فيو نقول له ديكوريشنز، عايز تضيف تايتل ليبل، تكتب اي حاجه، كوبي رايت، عايز تضيف لي اوت، اكستند، كل ده تقدر تضيفه معاك في قلب اللوحة عادي.